طيب ناخد مدام هدير. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله ازي وبركاته. حضرتك يا مدام لمياء؟ انا مش الحمد مصدقه لله نفسي بخير، والله ان انا بكلمك. نورتينا. ربنا يخليكي ويبارك في عمرك يا رب. ربنا يخليك، اتفضلي ممكن اكلم الشيخ رمضان؟ اتفضلي. السلام عليكم يا شيخ رمضان. عليكم السلام ورحمة انا الله. مبسوطه جدا، انا النهارده اتولدت من اول وجديد ان انا بكلم الله حضرتك. انا يكبر كل يوم خاطرك بتابع حضرتك، يا انا رب، بحب حضرتك في الله والله يا بحبك. رب يكبر خاطرك. ربنا يبارك في عمرك يا شيخ رمضان يا رب. شيخ رمضان، انا تعبانه، انا عندي 30 سنه منفصله بقالي 8 سنين، كان عندي 22 سنه وعندي ابني، عندي ابني عنده 8 سنين، بابا رافض ان هو يشوفه، رافض خالص ان هو يشوفه ولا بيصرف عليه وما يعرفش شكله ايه خالص. لا حول يعني ولا انا انفصلت وانا ما كنتش اعرف، يعني طلقني وانا حامل فيه. انا ابني دلوقتي عنده 8 سنين، بابا ما يعرفش شكله ايه، ما شافوش ولا ما مرة. يعرفش ولا مره يا مدام لمياء، ما يعرفش شكله ايه خالص. طب هو انا حماتي كانت سبب في انفصال، حماتي توفت وانا مش قادره اسامحها، انا مش قادره اسامحها لغايه دلوقتي. كانت هي سبب في الانفصال، وهي كانت دايما تاسيه ان هو ما يشوفش ابنه، هي مين وانا يا مش فندم قادره اسامحها. حماتها؟ اه مامته. اه هو انا اتجوز؟ مش قادره اسامحها. هو اتجوز وخلف وما شاء الله عليه، هو مقتدر جدا ومبسوط ورافض ان هو يشوف ابنه، وانا خايفه ان انا اكون شايله ذنب ان هو مش قادر، مش نفسي ابني يشوفه. يعني ابني يعني بيقول لي يا ماما انا عايزه اشوف بابا، يا هو روحي. رافض. يعني لدرجه ان انا رحت المكان اللي هو ساكن فيه وقلت له انا موجوده، ابنك عايز يشوفك، قال لي انا مش عايزه اشوفه. 8 سنين يا مدام لمياء ما اعرفش عنه اي حاجه، روحتي وكنت واخده الولد معاكي؟ وكنت واخده الولد معايا وكلمت ابن عمه وقلت له انا موجوده في الحته الفلانيه، بالله عليك كلمه، اياد نفسه يشوفه. قال لي انا مش قادر اقول لحضرتك حاجه، هو ما رافض ان هو تعمليش يشوفه. كده تاني عشان ما تجرحيش الولد بان والده انا رفض مجروحه المشي. وتعبانه يا مدام لمياء، انا تعبانه والله، انا انا عندي مقدره 30 اللي انت سنه، فيه جدا وحاسه بيكي وعارفه انت حاسه بايه وكل حاجه، بس انا ما عندي 30 سنه. يعني انا لسه، انا الحمد لله منفصله بقالي 8 سنين وما فكرتش ان انا اتجوز ولا اي حاجه، قاعده بربي ابني وبشتغل عليه وبربيه، وانا ابني تعبان. يعني انا ابني عنده مرض، يعني عنده مرض هيبقى معاه في حياته كلها، عنده مرض حمى بحر متوسط، وانا بصرف عليه ربنا وجده هو يشفيهم اللي لك يا بيصرف رب. عليه. حضرتك سامعيني يا مدام لمياء؟ سامعاكي طبعا. والدك موجود؟ والدي موجود، هو اللي متكفل بعلاجه، انا والدي بيشتغل على قد، هو المتكفل بعلاج ابني. انا ابني بياخد كل 20 يوم شريط برشام ب 600 جنيه يا مدام لمياء، هو رافض ان هو يدفع علاج ابنه ورافض ان هو يشوفه. وانا حماتي توفت وانا زعلانه منها، انا مش قادره اسامحها. يعني بنتها كلمتني وقالت لي سامحيها، انا مش قادره اسامحها يا مدام لمياء. طب وبنتها وانا ما بتكلمش اخوها ليه ولا علشان خاطر يصرف ما على بتكلمش ابنه؟ اخوها ولا بتشوف ابن اخوها، ورافضين ان هم يشوفوه يا مدام لمياء، رافضين رفض 8 سنين، رافضين ان هم يشوفوا الولد، كل ما العيلة؟ يعرفوش عنه اي، كل العيله ما حدش خالص، انا ما اعرفش عنهم اي حاجه ولا اعرف عن باباه اي حاجه ولا اي، ولا بيصرف عليه ولا حاجه خالص. مصاريف مدرسه انا اللي بدفع، طب هو مصاريف علاج. الموقف اللي كل العيلة واخدينه ده ايه سببه؟ هما للاسف انا مع، يعني هما عيلتهم مش كبيره قوي، يعني هي اخته مسافره السعوديه، بس هي رافضه ان هي تشوف ابن اخوها، رافضه ان هي تحنن قلب اخوها عليه، هم رافضين ان هم يتابعونا مش عايزين ويشوفوا اخبارنا، يتدخلوا يعني؟ مش حابين ان هم يتدخلوا، سايبين الدنيا ماشيه كده. وانا بقالي 8 سنين وانا كل يوم التاني ابني بيكبر مش بيصغر، نفسي ان هو يعرف باباه. انا مش ضامنه ان انا اعيش، يعني هعيش له طول عمري ولا لا، بس انا نفسي ربنا يديك ان يبقى الصحة باباه يا رب. عارف، ان هو يبقى عارف باباه، يبقى عارف عيله باباه، يبقى عارف اهل باباه. كانت جدته بتيجي تزورنا من وقت حاضر يا للتاني، فندم، حاضر. بس الله يرحمها انا طيب مش قادره اسامحها، هي كانت سبب في الانفصال، انا مش قادره اسامحها. طيب حاضر، تابعينا يا مدام هدير. واحد بيزعل قوي لما بيلاقي انه في ناس قلوبها كده ما فيهاش اي رحمه ولا فيها اي تعاطف ولا اي والله احساس حضرتك، بالمسؤوليه. واحنا بنجاوب الاجابه ثلاثيه الابعاد. اما البعد الاول فهي مش قادره تسامح، هو ده من حقها، لانه ممكن يبقى الوجع جاوز الحدود طبعا وهذا ليس ذنب. لكنها ان عفت وسامحت وصفحت وغفرت هي بتعبد ربنا بهذا، وربنا سبحانه وتعالى هيضمن لها حقها دنيا واخره. طب مش قادره تسامح، لا حرج، خلاص ما فيش اي مشكله ولا ذنب عليها، ولانه الوجع جاوز الحدود وهي اتوجعت قوي وتالمت وتالمت قوي، والست يعني تسببت في ظلمها ظلم بين. دي الرساله الاولى او المحور الاول. المحور الثاني انه اي انسان فينا فشل ان يكون زوجا ليس بالطبع يفشل ان يكون ابا. صحيح. يعني انت مش حابب الست دي، خلاص انت الزوجية انقطعت، لكن
الأبوة لن تنقطع والرجولة لا تنتهي، لأنه ابن يبقى هو مسؤول من أبيه. حد يربي ابني ليه؟ أقول لربنا إيه قدامه؟ لأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يعني أكبر ذنب يعمله البني آدم بعد الإشراك بالله إنه يتخلى عن المصاريف على أولاده. أنت طلقت الست دي خلاص يا سيدي، كل واحد وإن يتفرق يغلي الله كلا من سعته، خلاص مفيش مشكلة. لكن تسيب ولادك ليه؟ هتقول لربنا ايه؟ انت بتوجعها هي، انت بتوجع نفسك طبعا. ما هو دي حالات موجودة كتير، يحصل طلاق تلاقي الزوج يتفنن بيطلع كل الغل اللي جواه. أيوة. من الزوجة في ولاده، فعيان. هم ذنبهم ايه؟ طيب ما هم حتى منك بالظبط. فدي دي المحور التاني. المحور التالت بقى انه الست دي لها اجر اللي بتربي يتيم. لأنه اليتم يا جماعة ليس شرطا أن يموت الأب أو تموت الأم، ده هو موجود بس متخلي عن مسؤوليته، ده أصعب من اللي مات. لأنه الموت خلاص قطع الأمل، لكن الفقد مع وجوده دي أزمة، أزمة كبيرة جدا. فهي تاخد أجر أي واحدة ست بتقوم بالدورين، سواء كان الأب مات أو الأب حصل له عاهة لا قدر الله فقعد عن العمل، أو الأب تخلى ومشي، لها أجر من تربي الأيتام. تكون مع سيدنا النبي في الجنة كهاتين، وتكون أول من يدخل الجنة مع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اطمئني، اطمئني لربك، ثقي بالله، أحسن الظن به، وإن شاء الله الذي خلقه لن يتركه. صحيح، ونعم بالله.